السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الامبنستي. المره اللي فاتت كان كل شغلنا عن الاكسبنستي عشان نوضح الفرق. المفروض ان انا لو عندي داله بالشكل ده، انا عندي فانكشن اوف اكس، اف اوف اكس، تمام. ليه الفانكشن دي بقول عليها اكسبنستي؟ لان الواي في طرف لوحدها زي ما احنا شايفين، الواي في الليفت هاند سايد والاكس كلها في طرف لوحدها في رايت هاند سايد. فانا عندي هنا الداله مفصوله، الواي لوحدها والاكس لوحدها، فدي داله صريحه، داله صريحه في اكس. انما احيانا بيبقى عندي داله غير صريحه اللي هي الامبليستي، بتبقى كلها على بعضها. يعني مثلا لو بصينا في الفانكشن اللي معانا دي اللي هي اكس باور 3 في واي باور 5 زائد اكسبوننشال اكس ساين واي، فدي داله الواي مش مفصوله فيها عن الاكس. وهيبقى عندي ايفورت عادي ان انا افصل الواي عن الاكس. فانا عندي داله بالشكل ده وبيقول لي فيها ان هو عايز دي واي على دي اكس. فانا هعمل ايه؟ في حل تريفيال ان انا افصل الواي عن الاكس، وده زي ما قلنا ان هو هياخد ايفورت كبير. طب الحل الاسهل ان انا استخدم القاعده بتاعه الامبلستي اللي بتقول لي ايه، ان انا لو عايز اجيب دي واي على دي اكس هي بتساوي ماينس اف اوف اكس على اف اوف واي. لو بصينا في القانون ده هنلاقي ان احنا طالما احنا عايزين دي واي في البسط، يبقى هنجيب الاف اوف واي، همسك الفانكشن وافضلها بالنسبه لواي في المقام، كاني بعمل كروس، ودي اكس موجوده عندي في المقام، اذا اف اوف اكس هتبقى موجوده عندي في البسط. يعني انا هاخد الفانكشن وافضلها بالنسبه لاكس واحطها في البسط. طيب يبقى احنا لو عايزين دي واي على دي اكس في داله امبلستي بالشكل ده، هنستخدم القانون ده اللي هي بيساوي ماينس اف اوف اكس على ماينس اف اوف واي. يعني انا همسك الداله اسميها اف وامسكها فاضلها فوق بالنسبه لاكس وفاضلها تحت بالنسبه لواي. طب خلينا نطبق على الاكزامبل ده عشان نحل اي داله امبلستي. احنا بيبقى عندنا تو ستيبس. الستيب الاولانيه ان انا بمسك الفانكشن اسميها اف، بس ده بعد ما اخلي كل الترمات في طرف لوحدها. يعني انا عندي الفانكشن الموجوده قدامنا دي لو كانت ماينس 10 دي موجوده في الرايت هاند سايد على انها موجب 10، لا هوديها اول حاجه ان اوديها الناحيه الثانيه. فاول ستيب عندي ان انا اخلي كل البارامتر في طرف لوحدها، تمام. وبعدين همسك كل ده اسميه ان هو اف اوف اكس، فاقول ان انا عندي داله في اف اكس واي، تمام، والداله دي بتساوي الشكل ده، تمام. فاول حاجه ان انا بصفر المعادله وبسميها اف اوف اكس. تاني حاجه هطبق في القانون على طول، هو عندي انا عايز دي واي على دي اكس، اذا همسك الفانكشن دي افضلها مره بالنسبه لاكس واحطها في البسط، ومره تانيه بالنسبه لواي واحطها في المقام طبعا، وهضرب في زائد. طيب امسك الداله دي افضلها بالنسبه لاكس، فاقول ان هي بتساوي 3 اكس باور 3، هنزل اس واطرح منه واحد، فتبقى 3 اكس باور 2، تمام، في واي اس 5، لان واي عندي هنا تعتبر كونستانت طالما انا بفضل بالنسبه لاكس، زائد اكسبوننشال تفاضل الاكسبوننشال هو نفسه في تفاضل الاس، في اي باور اكس في ساين واي، تمام. الترم اللي بعده اكس باور 4 في اي اس ماينس واي، هتبقى 4 اكس باور 3 في اي اس ماينس واي، تمام، بلس اكس باور 6، اكس باور 6 هتبقى 6 اكس باور 5، وتفاضل 4 واي باور 3 بزيرو، لان ده يعتبر كونستانت وتفاضل 10 بزيرو طبعا. طيب همسك الداله وفضلها بالنسبه لواي عشان احطها في المقام، فاول ترم عندي واي باور 4 واي باور 5 هتبقى 5 واي باور 4 في اكس باور 3 هتنزل زي ما هي، تمام. الترم اللي بعده اي اكسبوننشال اكس في ساين واي، تفاضل الساين كوزاين واي، والاكسبوننشال زي ما هي فهتبقى اي اس اكس في كوزاين واي، زائد اكس باور 4 في اي اس ماينس واي. اي اس ماينس واي قلنا الاكسبوننشال تفاضله ان انا هحط الاكسبوننشال زي ما هو في تفاضل البسط، في تفاضل الاس، تفاضل الاس بكام؟ ماينس واي تفاضله بالنسبة لواي بماينس واحد، فظهر عندي هنا ماينس ماينس اكسبوننشال اي اس ماينس واي في اكس باور 4، تمام. تفاضل الترم ده طبعا بزيرو لان كله اكس، تفاضل الترم اللي بعده 12 واي باور 2. طيب همسك الاف اكس والاف واي وعوض بيها في القانون، هتبقى دي واي على دي اكس بتساوي ماينس اف اكس احطها في البسط على اف واي احطها في المقام.